ضمن البرنامج الحكومي اللي صوت عليه مجلس الوزراء واللي ثبته كل القوى السياسية خلال تحالف إدارة الدولة أنه يتم إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية خلال 6 أشهر، ومن ضمنهم نازحي جرف الصخر. حقيقة أحب أن أنوه على نقطة مهمة جداً واللي إحنا وضحنا عليها، وضحناها في كل مناسبة وفي كل لقاء، يعني هي ضرورة يعني النأي بملف النازحين والابتعاد عن المزايدات السياسية، وخاصة استخدام هذه القضية الإنسانية لمصالح قد تكون حزبية أو سياسية أو شخصية. يعني الظروف اللي عاناها النازحين ظروف صعبة جدا، فأنا أتمنى من كل القوى السياسية أنه تبتعد عن هذا الملف، وأن تضع الحكومة الحالية تضع الحلول الحقيقية لعودة النازحين، وهنا أخص بالذكر نازحي جرف الصخر والنازحين المتواجدين الآن في العويسات وبزيرز. توجهنا الآن كحكومة هو إنهاء هذا الملف. أغلبية المخيمات المتواجدة الآن هي في إقليم كردستان. هناك تنسيق عالي بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية بدمج مخيمات الإقليم وعودة ما نستطيع أن نعوده. الكل يعلم هناك تحديات كبيرة لا تقع فقط على عاتق وزارة الهجرة والمهجرين في إعادة النازحين، بل يجب توفير الظروف الملائمة في مناطق الأصل حتى نستطيع احنا كوزارة نعود النازحين إلى مناطقهم، منها البنى التحتية، الخدمات، الأمن، وكذلك هو دعم الشرائح الهشة بمشاريع تستطيع أن تعمل بها في مناطقها الأصلية حتى يكون لها يعني حقيقة مسقط عمل في مناطقهم الأصلية. لدينا تنسيق كبير وعالي جدا مع وزارة الداخلية بما يخص إصدار الأوراق الثبوتية لكل فاقديها المتواجدين الآن في داخل المخيمات وحتى خارج المخيمات، حتى يستطيع أنه يمارس حياته اليومية بشكل قانوني من خلال يعني مراجعته للمؤسسات الدولة. فيما يخص الإغاثة، الكل يعرف إحنا على أبواب أو دخلنا بالفعل فصل الشتاء، ونعلم أنه المخيمات بكل الأحوال مهما تقدم تبقى تحتاج الكثير الكثير، فكان هدفنا الأول هو رفد المخيمات وتزويدها بالوقود. بالفعل باشرت فرق الوزارة بتأمين كل ما تطلب من كميات الوقود إلى المخيمات، طبعا ضمن قياسات ومحددة لأن معايير الدولية لا تسمح بخزن الوقود داخل المخيمات أكثر من المعقول، ولذلك ارتئينا أن يكون عملية التزويد بشكل وجبات حتى نستطيع الحفاظ على أمن المخيمات. المواد اللي خلال هاي الفترة احنا اللي أمناها هي استبدال والشروع باستبدال جميع الخيم التي تهرأت نتيجة الظروف المناخية بالفترة السابقة، تزويد المخيمات بأكثر من 45,000 بطانية، تزويدهم بملابس شتوية لأكثر من 37,000. أنا أتحدث فقط مخيمات لأن عندنا عمل أكثر، لأن نسبة المواد اللي توزعت والسلات حدود 800,000 حصة بين غذائية بين إغاثية، وأما الوقود فكان حدود 1,600,000 لتر. كذلك تم إعادة خلال هاي الفترة، إحنا لم نتوقف عن العودة، العودة مستمرة. في هذه الفترة تراكم العودة كان حدود 3,000 عائلة. العوائل التي عادت هي إلى نينوى، وقسم من عدها إلى صلاح الدين، وقسم من عدها إلى الأنبار. هذه العوائل
تم إعادتهم بعد التنسيق مع الجهات الحكومية، وأغلبها هذه العوائل تم صرف منحة مالية بالتنسيق مع المنظمات لإسعاف هذه العوائل لتغطية نفقات النقل والإقامة بالأيام الأولى عند العودة.